السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا النهاردة في شرح جديد. ومعانا النهاردة 3 تطبيقات من أفضل ال3 تطبيقات الموجودة على متجر جوجل بلاي. التطبيقات اللي معانا النهاردة، التطبيق الثالث اللي هنشرحه النهاردة هيكون خطر جدا، وشارحينه النهاردة بس علشان خاطر الناس تحذر منه، مش علشان الناس تتعلمه. كلامنا واضح؟ علشان الناس تحذر من التطبيق ده، مش علشان الناس تتعلمه وتنفذ اللي فيه. يلا بينا على طول نبدأ الشرح، وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا، أهلا بيكم معنا النهاردة في شرح جديد. ومعنا النهاردة زي ما قلنا في بداية الفيديو، 3 تطبيقات من أفضل 3 تطبيقات من وجهة نظري أنا اللي شفتها على جوجل بلاي وممكن تفيدني. التطبيق اللي معانا الأول هو نت جارد، والتطبيق ده جميل جدا جدا. التطبيق ده تقدر من خلاله انك تفصل النت عن تطبيقات معينة موجودة عندك. بس في بداية الكلام لازم نعرف ان اول ما تيجي تفتح التطبيق ده بيطلب منك صلاحيات طبعا، او سماح لحاجات معينة، اذونات معينة للتطبيق لازم نوافق عليها. تاني حاجة، التطبيق ده تقدر تفصل النت عن اي تطبيق موجود عندك على الموبايل، سواء تطبيق عايز ما تبانش ان انت اونلاين مثلا زي الفيسبوك او الواتساب، فمش عايز حد يشوفك ان انت اونلاين تقدر تفصل عنه النت. تطبيق بيستهلك من باقة الموبايل او الواي فاي بطريقة غريبة تقدر تفصل عنه النت، سواء عن الواي فاي او عن البيانات الموجودة على الموبايل. فبتكون متحكم تحكم كامل في وصول الانترنت للتطبيقات او قطعها عنها، وبذلك هتطلع بنتيجة كويسة، يا اما توفر الباقة يا اما تفصل تطبيقات معينة انك ما تظهرش الاشخاص اللي انت مش عايز تظهر لهم على الواتساب او الفيسبوك. بكده يكون شرحنا التطبيق اللي هو نت جارد بطريقة بسيطة جدا. وللعلم النسخة دي لازم تحملها من الرابط اللي تحت، لان التطبيق ده مش هتلاقيه داعم لبلاد كتير جدا لو جيت تشوفه على المتجر، لكن لما تحمله من الرابط اللي موجود تحت الفيديو هيشتغل معاك على طول. ده كان معانا التطبيق الاول. يلا مع بعض نشوف التطبيق التاني اللي معانا النهاردة، وهو تطبيق خاص بمشاهدة الافلام والمسلسلات بدون رسوم. يعني بدون رسوم يعني ما فيش اي فلوس هندفعها، وهنشوف افضل الافلام والمسلسلات العربية والاجنبية للسنة اللي احنا موجودين فيها. يعني لو احنا في 2020 هتلاقي كل افلام ومسلسلات سواء عربي اجنبي هندي مسرحيات اي حاجة عليه مجانا بدون اي رسوم، عامل زي شاهد كده دوت نت او الحاجات اللي هي برسوم عالية. ده بقى مجاني وبيدعم كل الافلام والمسلسلات والحاجات دي كلها. هو بيحتاج ان احنا نحمل تطبيق كمان، هو تطبيق مشغل للفيديو بجودة عالية. طبعا احنا مش هنقدر نجرب التطبيق علشان حقوق الطبع والنشر، لكن التطبيق شغال وفعال جدا. هنروح للتطبيق الثالث اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو وقلنا نستخدمه في الحلال فقط. التطبيق بسيط جدا، هو تطبيق ريكودر ال التسجيل الكل. يعني ايه التسجيل الكل؟ اول ما نفتحه بيطلب السماح للوصول لاذونات معينة. بيظهر عندنا في فيديو في صورة التطبيق 4 ايقونات زي ما حضراتكم شايفين. الايقونة الاولى اللي فوق على الشمال انك تسجل المكالمات عادي خالص لاي شخص بتكلمه على الموبايل، ودي موجودة في برامج كتير جدا وعادية خالص. هنيجي على الحاجة التانية اللي على اليمين من فوق اللي هي علامة المايك. علامة المايك دي تقدر تسجل صوت والموبايل مقفول، يعني شاشة الموبايل مقفولة وتقدر تسجل صوت بجودة عالية جدا والشاشة مقفولة. وطبعا دي ميزة جميلة جدا جدا جدا، وما بتدعمش على اندرويد 10، لكن هنا التطبيق بيدعمها على اندرويد 10 وبتشتغل تمام بكفاءة عالية. تاني حاجة معانا النهاردة وهي تسجيل الشاشة اللي تحت، ودي موجودة في تطبيقات كتير. ورابع حاجة وهي اخطرهم، تصوير الشاشة، تصوير فيديو والشاشة مقفولة، وده طبعا اخطر حاجة لانك بتصور بجودة عالية جدا سواء فيديو صوت وصورة،
والشاشة مقفولة تقدر تصور أي لحظات تحب تصورها. بكده يكون وضحنا كل حاجة، وياريت تستخدموه في استخدام حلال فقط. وبكده يكون شرحنا النهاردة انتهى، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس وتكتبوا لنا في التعليقات أنهي تطبيق عجبكم. وبكده يكون شرحنا انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.